قديه ممكن تعد عدد ساعات وانت عم تتصفح حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بتخاف انه يفوتك شيء على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وانستغرام وغيرها؟ هل سمعت بمتلازمة فومو التي تصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟ الخوف من انه يفوتك شيء من مواقع التواصل الاجتماعي او ما يعرف بالفومو ظاهرة منتشرة في الآونة الأخيرة، وهي الخوف من انه يفوتنا اي جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرف هذه الظاهرة بإحساس الفرد بعد متابعته الكثيفة لهي الوسائل ظنا منه بأن الآخرين يمضون أوقاتا سعيدة أكثر منه وينجزون أشغالهم بمستوى أعلى منه، وتترك أثارا خطيرة على نفسية الشبان بأنهم لا يجدون نفعا. تتنامى في أوساط فئات عمرية مختلفة متلازمة فومو، وخصوصا من يدمنون هذه المواقع. من هنا يصبح الفرد أسيراً لمتابعة كل تفاصيل حياتهم حتى لو أنه لا يعرفهم على نحو شخصي. وتتشكل هذه الظاهرة بشكل أساسي من الحسد ومن الفضول، وهي تؤثر بشكل سلبي على مستوى تقدير الفرد لنفسه ولثقته بكل الأشياء التي يقوم بها في حياته. فإن هذه الظاهرة غير مرتبطة بفئة عمرية محددة أو جنس معين، بل بمسألة تعلق الشخص بهاتفه الذكي وإدمانه على الإنترنت وارتفاع نسبة دخوله إلى وسائل التواصل الاجتماعي على المواقع المختلفة. وبحسب أبحاث أخرى، فإن هذه الظاهرة تصيب الأشخاص الذين يمتلكون صحة نفسية هادئة بالمقدار نفسه الذي تصيب الصحة النفسية المضطربة. من هنا يعتبر الباحثون في هذه الظاهرة أن فهم الخوف من تفويت الفرصة والأحداث نقطة انطلاق في علاج متلازمة فومو، وبحثنا عن بدائل جديدة تعيد نظرتنا للحياة وتركيزنا على ما نملك، وأن قيمة التواصل الفعلي والشخصي مع أشخاص حقيقيين لا يطمحون للحصول على لايك أو شير.